Hello. Hi. Sam, كديري. شكون؟ 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 هاي كديري، نتمنى تكونوا كاملين بخير. انتم كتشوفوا هلا الفيديو هذا. جاتكم لا كاليتي ديال الفيديو جديدة. المهم ما عرفتش جاب لكم ولا. المهم غادي نعاود نديرو داك الماسك تقريبا دابا شي 3 المرات ولا 4 المرات وانا دايره وانا كنديرو زوين للشعر بزاف. كنت بارطاجيت معايا بنت عمتي، خطير خطير داك الماسك الصراحه. كرت لابيونس للشعر ولا يني من الاحسن، حتى عرفتي فاش كتصايبو، حتى انا باغا دابا نصايب شعري. فاش كتصايبو كاع كيكون واعر، كيعطي ليفي زوين، ولكن من الأحسن إلا غداومو بحال هكا، حتى أنا باغا نعالج شعري على وديت تحرك كامل، تحرك تحرك من تحت تحرك كاع. دونك كشي علاش مكنتش كنصايبوش تقريبا راه شهرين دابا ولا شهر ونص مصايبتوش، وصافي. المهم اليوما تشهيت نصايبو وقلت بوكوا فا ما نشاركش معاكم لا اوتي. المهم يلا غادي نخلي ليكم لا فيديو ديال الماسك، حيت بغيتي نطبقو معاكم. تفرجو فيه واحد البنت كطلع ليا انايا باغا تموت، فهمتي؟ باغا تموت. انا زينة بعدي كقتلها وجديدة ليا، بقيت عند فيها الكاميرا. تمت في المهمة بنجاح. Et c'est Ambrine Beauty et aujourd'hui je vous partage la recette d'un masque pour les cheveux au café qui va intensifier les reflets chauds, les reflets bruns et châtains et qui va aussi apporter beaucoup de brillance à vos cheveux. ودرتهم على نار مهيله حتى يتبدل اللون ديال الماء يولي قهوي كيف ما كتشوفوا في الفيديو. ابري غادي نصفي وغادي ندير واحد كلينيكس هكا باش يتصفى ليا القهوه. انا صفيت بصراحه جوج مرات باش نتاكد بلي راه ما بقات حتى شي حبه ديال القهوه. المهم كيف ما كتشوفوا شفتوا اللون ديال الماء. من بعد غادي نضيف جوج معالق ديال النشا وغادي نردوه فوق البوطه حتى يتغير اللون ديالو ويختار. شفتوا كيفاش غادي يولي؟ غادي يولي قهوي وصافي. من بعد كنطبقوا على الشعر كيف ما غادي تشوفوا في الاخر الفيديو. انا غندير هذا، غندير الزيت وغندير الماسك وندخل ندوش. مهم حيت هذا الشيء ما نقدرش نوري لكم، دونك غادي نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل الا غنمشي ندوش. هادي اون كريم ديال رجلي، ملي خرجت من الدوش ولبست حوايجي المرايه اللي كانت هنايا طاحت تفرشخات. دابا نخلي لكم التصويره ديالها. المهم سي با غاف، داكشي طرطره. المهم دابا غادي نمسح وجهي. المهم غادي نرطب وجهي بسيروم وبهذا ديال سيغاف. المهم صافي رطبت وجهي،
ندير شويه ديال الطنت هكا باش نحيد داك السطمه ديال ديك المرايه بقى فيا الحال. مي سي با غاف الحمد لله جات في المرايه سي با غاف. ودابا وصافي دابا غادي نضغطي رجلاتي ونلبس تقاشر هي صراحه مؤخرا ولاو تنشوفوا ليا بزاف متوا صافي نمشي ناكل حيت فيه الجوع. المهم ابخي نشوفو شنو غنديرو. نصايب واحد الكغاطون وغادي نخلي لكم الوصفه ديت في هذا الفيديو ولا المهم نقدر نزيدها في هذا الفيديو المهم ما نطولش عليكم ونخليكم. المهم غنبداو بالمقادير. غادي ناخذ بطاطا النص غادي نديرو هكا غنقطعو دوائر والنص الاخر غادي نديرو في خيط وغادي نقلي وغادي ندير لاصوص ديال هاد الدجاج غادي ندير فيها المطارد شويه ديال معلقه ديال ولا كثر ديال دانون مسوس صافي هادشي اللي غندير. الا بغيتو نتوما تزيدو صوص صويا ولا شي حاجه ممكن صافي كنديرو يطيب وفاش كيطيب كنبدا نقطعو على هاد الشكل هذا باش يجينا هكا مقطع مزيان. ولاصوص بيشاميل كلكم كتعرفوا كيفاش كتقاد شويه ديال الزبده شويه ديال الدقيق الملح والبزار والحليب. المهم غادي ندهن هاد هذا ما عقلتش سميتو. المهم غادي ندير لاصوص بيشاميل من بعد بطاطا اللي قلت لكم سلقت والفريت و لدند. المهم نفس الطبقات اللي قلت لكم المهم راه نتوما غتشوفوا في لا فيديو. صافي من بعد كنزيد ديك لاصوص بيشاميل ديالي شويه ديال شويه ديال الماء باش ما ينشف باش داك دوك المكونات اللي كاينين في الكغاطا يشربوا ديك لاصوص وما يجيوش ناشفين ما يقصحوش. وصافي المهم كندير انا عزيز عليا الفرماج دونك راه كنكثر في الفرماج وصافي شوفوا كيفاش كتجي راه كتجي رائعه بزاف 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 بزاف. نتمنى تجربوها وردوا عليا في الكومونتير. مهم نهار جديد صباح الخير بلاتي الشارج ديرونجيني. المهم فقت وغسلت وجهي بهاد الصيغاب هذا ديجا شاركتو معاكم. المهم زوين صراحة وغادي نعاود ناخدو كيخلي لابو ابطيط بابا مدنشفاش مكنشفش وجه كيخلي فيها واحد لابريونس شوية لابريونس. مهم ودهنت اضغطيت لابو ديالي دابا في الميك اب هكا شقات ليا. غادي نبدا بهذا برايمر هذا ديال ابسوليت ندير شويه حتى هو كيضغطي لابو ندير غير شكوك مي غادي نديرو كاع وجهي نستعمل هاد فون دو تان كونسيلر ديال ديال شبا ديال ريفولوسيون. المهم غادي ندير كونسيلر نطلق شعري وكيخرج لي مزيان كشني غادي ندير الكونتور غادي نديرو هكا. ندير هاد الكونسيلر هنايا بشي دوا ليا. المهم الكونسيلر غادي ندمجو بهادي. المهم هاد لابوز هادي كان فيها شويه ديال ديال البلاش ودمجت بيه التيلر
شي بلندر حيت راه ضروري. بالنسبه للني بغيت نجيب حاجه صغيره لا بودر ديال لا تو فيس صافي الوجه سالين منو غادي نعاود نمسح شويه هنا الباودر نرطب ملفه بهذا نرطب ديالها نكرمش شويه دابا غنستخدم هاد لي 3 ماسكارا عندك هادي كما دابا هي الاولى هادي ديال اسمونس من بعد هادي ديال اسمونس حتى هي ديال الخضره وهادي ديال الغوز ومن بعد هادي ديال باستيل علاش حيت هادي كتعطي الكثافه ياك كتجلخ شويه حيت ثقيله كتعطي الكثافه زوينه هادي كتعطي الطول هادي كتفرق هادي كتفرق وكتعطي الطول حتى هي داكشي علاش غادي نخلط هادي من بعد نشوفو الاخرين تشلخت شويه من بعد حتى تنشف هاد غادي نمسحها كيف ما شفتوا هادو ما كنديرهمش حتى عينيا كالاسونس حيتاش حيت كيسيحو كندير هادي ديال الباستيل حيت ما كتسيحش باش ندير هادي في ندير هادا لي ديجا درت فيه الكونتور وغادي نديرو شويه حتى عينيا صراحة ديال الباستيل خطير واعر 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 في التفريقة و باش عطيه مني طول وصافي المهم هادشي اللي شويه مهم ما بغيتش ندير ايلاينر صراحه حيت غير في الدار غير جالسه ومهم غادي تغداو عندنا العائله وصافي مهم صافي مهم كملوا الفيديو حتى الاخر شوفوا شنو غيطرى فينا المهم هنا غيكون سهل الفيديو المهم فيديو خفيف ظريف في غير دو جوغ نتمنى يعجبكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله سيو